السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبايبي شباب وبنات، الناس اللي ما بتطلعش، الناس اللي احنا منزلين من حوالي سنة ونص فيديو عن الموضوع ده وبيقع في الفخ برضه. الناس اللي مش عارفة هم عايزين ايه من الدنيا، يعني الدنيا جاية علينا كلنا، بتكملوها على نفسكم ليه؟ قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما سابش اللايك واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان ايه يوصلكوا كل البلاوي بتاعت 2023، لان 2023 داخلة علينا دخلة زي ما قلنا قبل كده، رزعت الباب ودخلت دخلة بوابين. بحبكم كلكم وحشتوني والله، ونفسي اجيلكم بحاجة تفرح، نفسي اجيلكم بموضوع حلو ويفرح، بس للأسف يعني كل اللي بيحصل ما يستدعيش ان الواحد يهزر. طيب، موضوع حلقتنا النهاردة عن برنامج قال للناس ايه، تعالى ادفع لي 200 دولار مثلا، وفي خلال سنة هيبقوا 200 دولار دول 2000 دولار، في خلال سنة هيبقوا 4000 دولار، في خلال سنة هيبقوا يعني عمل لهم البحر طحينة. عمل لهم ايه؟ البحر طحينة. قبل كده احنا كنا اتكلمنا عن برنامج اسمه ايه، الرمال البيضاء. الرمال البيضاء ده برضو كان نصب على الناس، وناس كتير اتأذت وناس ماتت وناس حياتها اتخربت وناس اتسجنت، كان عليها وصولات وناس، واللي خد ذهبها وبعته واللي. عملنا 3 فيديوهات عن الموضوع ده، والناس عدت سنة او ازيد من سنه بشويه، وخلوا الناس تنسى، خلوا الناس تنسى الرمال البيضاء والنصب والناس اللي ماتت والناس اللي اتقهرت على فلوسها والناس اللي لغايه دلوقتي بتسد الفلوس اللي الناس دي خدتها. يعني هم داينوا الناس في وسط اهاليهم وفي وسط اصحابهم، سواء بقرض سواء باي حاجه داينوهم، والناس بتسد دلوقتي وهم عايشين حياتهم. الناس ما اتعظتش، الناس بتجري ورا الوهم، بتجري ورا الربح السريع. الربح السريع من ايه؟ ليه احنا يعني اضيع شقه عمري، اروح ابيع ذهبي، اروح اخد قرض، اروح استلف، اروح ليه في برنامج انا مش عارف مين اللي عامله، مفيش ورقه تثبت حقي، مفيش اي حاجه تثبت ان انت دفعت فيه فلوس. ليه انا اخد فلوس ورزقي او استلفها او اخد قرض او اخد فلوس من امي؟ او الناس اتهبلت، الناس اتجننت. اللي بيصوتوا على النت اكتر بيقولك 600,000 واحد دخلوا البرنامج اللي هو هوب بول ده. هوب بول ده اكبر عملية نصب. يعني انتوا ما سمعتوش قبل كده عن البرامج التانية وعن الرمال البيضاء؟ والله 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 في القناة لو رجعتوا للفيديوهات هنزلها لكم في المنتدى، عاملة 3 فيديوهات او 4 عن الرمال البيضاء. انتوا ما بتتعرضوش، انا احط ليه فلوسي في برنامج هوبول؟ يعني انت تعرف عنه ايه؟ البرنامج من شهر 8 اللي فات لغاية من يومين قفل، على ما جمع المبلغ المحترم اللي هو عايزه من يومين قفل. طيب تعال نشوف البرنامج ده عبارة عن ايه. برنامج دي ده جه واحد قالك ايه، انت هتيجي تدفع مثلا زي 10 دولار وتشتري بعدين. حتى الناس الاغبياء سوري، يعني هم لازم نقف جنبهم بمصيبتهم، بس مصيبتهم كبيرة. يعني انت لما هتيجي مثلا، لو الدولة قبضت على اللي عملوا البرنامج الابليكيشن ده والجروب كله، البرنامج فكرته قايمة عن التعدين. التعدين ده ممنوع في مصر. يعني انت لما هتيجي تقول انا ليا فلوس كنت بشغلها في التعدين، انت كمان هتتحبس. يعني انت مش مستوعب المصيبة اللي انت حاطط نفسك فيها بكل المقاييس، غير انك ضيعت فلوسك انت مش هتعرف تاخد حقك، انت كمان هتتحبس زيك زيهم. الناس ما فكرتش، الناس فكرت ان ازاي اخد ربح سريع.
بالظبط بقى. البرنامج فكرته ايه؟ قايمة على المثل، كان زمان بيقولوا، مش متذكرة المثل قوي، بس اللي هو النصاب شغله مع الطماع او حاجة زي كده يعني، انا مش متذكرة، بس هو كده. فهو ده فكرة البرنامج، قال لك ايه، انت هتدفع سي 10 دولار، تمام، مش هتاخدهم يعني، ال10 دولار دول خلال سنة هيطلعوا لك مثلا سي 1000 دولار، تمام، مش هتاخدهم الا بعد سنة. ليه بعد سنة؟ عشان انا كنت لميت اكبر عدد ممكن من البشر وقفلت الابليكيشن ومشيت، زي ما حصل من شهر 8 لغاية شهر 2، 6 شهور، 6 شهور ما جابش السنة. وطبعا الناس اللي دفعت بالافات، دفعت بالافات، هم لمين اكتر من 600 مليون جنيه على حسابك وعلى حساب. وطبعا صاحب النصابات الكبيره دي راح عمل ايه لما الناس شككت فيه؟ راح عمل سجل تجاري. السجل التجاري ده بمقر الشركه، مقر الشركه ملوش علاقه سواء بتجاره عملات ولا بالحاجات اللي عملوها دي. راح عمل وطبعا رفعها على الموقع. لما جم يكشفوا على الموقع، لقوا الموقع الاستضافه بتاعته محجوزه باسم مخفي. طبعا كل ده يعني ترتيب للنصب. وبعد كده عمل ندوات في اماكن في القاهره، وجم ناس من اللي هم مشتركين في الموقع اللي هم دفعوا فلوس، طمعوهم وادوهم ارباح وادوهم جوائز، واللي دفع اكتر واللي عامل واللي مسوي. طبعا كل ده اتبنى عشان ايه؟ يلم اكبر عدد من الناس، بعيدا عن ان تجارة العملات والحاجات دي والتعدين والكلام ده كله حرام، وان يكون ربحك قائم على انك تجيب ناس تحتيك يدفعهم مكانات عشان انت كمان تربح على حسهم، يعني تخسر غيرك وتدبس غيرك وتلبسه عشان حضرتك يعني ربحك يزيد. اي حاجة داخل فيها شجرة وحوارات، وانك تجيب ناس والناس تدفع ولازم تدفع والكلام ده كله نصب. احنا من 20 سنة فاتوا، او من 20 سنة فاتوا، واحنا عارفين الناس دي اللي كانت بتمشي في الشوارع وتقول لك اشتري الساعة ولا اشتري معرفش ايه، وهات غيرك واعمل شجرة، ولو جبت معرفش ايه كذا هتاخد كذا، كل ده اتهرس من زمان. انتوا فين؟ انتوا مش عايزين تفوقوا ليه؟ انا بس عايزه اعرف انتوا مش عايزين تفوقوا ليه؟ انتوا قفلتوا ودانكوا وما بصيتوش غير ان انا الربح السريع. طب ما بصيتوش للازمه اللي احنا فيها؟ ما بصيتوش ان انتوا ممكن تخسروا الفلوس دي، شاع عمركم وتعبكم، سواء قرض سواء سلف سواء بيع ذهب سواء. في ناس قفلت تجارتها، يعني اللي كان عنده محل قفله وصفاه عشان يوفر الفلوس. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انت ما فكرتش للحظه، يعني سيبك ان هم 99% صادقين، ما فكرتش 1% ان هم يطلعوا نصابين؟ ان شاع عمرك ده يروح، بتدفع شاع عمرك من غير اثبات ومن غير اي حاجه تبقى ملموسه ان انا ارجع بيها حقي؟ مفيش ورقه، مفيش عقد، مفيش. انتوا ازاي؟ انا بصراحه مش قادره اتخيلكم وانتوا بتعملوا حاجه زي دي. طب انتوا اللي دخلتوا في الحوار ده، ما جاش حد مثلا من اللي اتضحك عليه في الرمال البيضاء او ابلكيشنز تانيه كانت نازله، بس انا مش متذكره اسمها اصلا ولا جاي على بالي، لان ده حصل من زمان. ما حدش جه نصحكم وقال لكم لا يعني احنا اتضحك علينا؟ انتوا ما شفتوناش واحنا بيضحك علينا؟ ولا انتوا ما بتتعلموش؟ في ناس بيوتها اتخربت، في ناس من سنه ونص بيوتها اتخربت، واتكلمنا وقلنا يا جماعه اللي يدفع قرش يبقى ضامن انه يرجع له، سواء بعقد سواء بورقه سواء باي حاجه. انتوا هتعملوا ايه دلوقتي؟ انا مش يعني، انا عندي نموذج لواحده حرفيا كانت بتموت، بس هنزلها الفيديو الجاي مش الفيديو ده، لان الفيديو ده طول وانا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. بس يعني انتوا هتعملوا ايه؟ انتوا في دماغكم ايه؟ تفكيركم ايه؟ حقكم ده هيرجع ازاي؟ حقكم هتروحوا تقولوا ايه؟ هتشتكوا الناس دي تقولوا لهم ايه؟ تقولوا لهم كنا بندفع لهم فلوس عشان نشتغل في التعدين، والتعدين اصلا ممنوع
ما التعليم ممنوع في مصر، هتاخدوا حقكم ازاي؟ انا بس عايزه اعرف، انتوا ما خفتوش على عيالكم، ما خفتوش على بيتكم، ما خفتوش على مستقبلكم، ما خفتوش الناس اللي خدت قروض هتسدها ازاي؟ ما فكرتوش ولو للحظه ان هم يبقوا نصابين؟ بصراحه يعني انا الفيديو الجاي ان شاء الله هنزل لكم صورهم، وهنزل لكم فيديو البنت هي ما كانتش مقتنعه في الاول، بس زن صاحبتها، هو ده يعني هما ده اللي بيشعروا. لازم تجيب حد تحتيك عشان تربح، تروح بقى لاصحابك واهلك وجيرانك وتقعد تقنع فيهم، تلبسهم في الحيطه معاك. طب انت البس لوحدك وشوف الاول يا اخي، من باب داري على شمعتك تيجي، يعني خدها من الباب ده، ما تاخدهاش من، لا هما بقى لازم تجيب حد تحتيك. انت لازم يلموا الغله كلها كامله في خلال كام شهر، عشان انا والله ما انا متحامله عليك ولا جايه على الناس دي، انا صعبان عليا، لان انا اتكلمت قبل كده وحذرنا قبل كده ايام الرمال البيضاء، ونشرنا وقلنا يعني الناس ما بتطعش، الناس طمع والجشع وتقريبا الظروف والضغط وكل حاجه، بس انا عشان انا في ظروف وفي ضغط وفي ماساه واسعار ودنيا وليله، احافظ على فلوسي اللي هي اصلا مش موجوده. ده في ناس استلفت، ناس خدت قروض، ناس راحت باعت ذهب مراتاتها، يعني انت مش متاح لك اصلا ان انت تشترك، يعني مش هقول الفلوس متواجده وكل حاجه وانت رحت حطيتها خلاص يلا، لا ده انت خربت دنيتك، يعني التفكير فيما بعد، الحسره مش على الفلوس اللي كانت موجوده، الحسره على سداد الفلوس اللي اتسلفت. انا كده خلصت الحلقه دي، استنوني الحلقه الجايه كمان شويه عن فيديو البنت اللي قلتلكوا عليه، وصور الناس اللي كانت بتعمل ندوات، والناس اللي اتطورت تحت بيدج الهوم بوت، الله يعينكم، وقدر الله ما شاء فعل، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. حاولوا، يعني انا مش عارفه الناس اللي في الرمال البيضاء، تقريبا في ناس اخذت حقها، وفي ناس يعني قدروا ياخدوا فلوسهم بعد ما قبض عليهم، فانتوا حاولوا يعني تواصلوا مع الناس دي، واعرفوا الخطوات اللي عملوها ايه، واعرفوا انتوا هتمشوا ازاي، لان في ناس دفعت بالالافات، في ناس دفعت ب50,000 و100,000، اقسم بالله العظيم في ناس دفعت بالمبالغ دي في ابلكيشن مش معروف مصدره، ولا مين مسؤول عنه، ولا فين طريقه، ولا اي حاجه. اشوفكم على خير كمان شويه عشان الفيديو ده طول، وانا بصراحه مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. نزل صور الناس زي ما قلنا، ما تنسوش اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله، وياريت تتكرم عليا وتسيب اللايك، وكان الله في عونكم، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.